أحييكم مشاهدينا، أهلا بكم في موعدنا اليومي مع مراسلي القاهرة الإخبارية حول العالم للوقوف على أهم الأحداث والتطورات المتفاعلة لهذا اليوم. وينضم إلينا اليوم مجموعة مراسلين من قطاع غزة، بشير جبر، ومن رام الله ولاء السلامين، وأيضا من بيروت أحمد سنجاب، ومن أنقرة عمر أحمد، ومن أثينا عبد الستار بركات، ومن محافظة الإسماعيلية المصرية نورهان عجيزة، ومن كييف غايت مناف، ومن موسكو حسين مشيك. كما سينضم إلينا تباعا مجموعة أخرى من مراسلين. أرحب بكم زملائي وأبدأ معكم مشاهدين بأهم التطورات الحاصلة في قطاع غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، وذلك جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمناطق سكنية بمخيم جباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات، كما قصفت أيضا طائرات الاحتلال ومدفعية جيش الاحتلال المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة ومدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها جنوب قطاع غزة. مشاهدينا، ننتقل الآن مباشرة لمتابعة مؤتمر صحفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أرمينيا. عزيزي فخامة السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، السيدات والسادة الحضور، بداية أود أن أعرب عن سعادتي باستقبال فخامة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصديقة والوفد المرافق لسيادتي في زيارة تؤكد مدى اهتمام الجانبين وعزمهما على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك بما يحقق مصالح شعبيهما وبالبناء على العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخياً لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وساهموا في إسراء المجتمع المصري في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية. ويسعدني في هذا الصدد الإشارة إلى أن المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية، وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية. أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما شهدت المباحثات تأكيد أهمية تنشيط دور الآليات المؤسسية القائمة بين البلدين لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال في تعزيز مسارات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة. كما أود في هذا السياق الإعراب عن اعتزازنا بمستوى التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية. السيدات والسادة الحضور، لقد استعرضت مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة
بدلا من الحروب والدمار والخراب. كما أكدت خلال المباحثات على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات، سعياً لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة. ختاماً، أرحب مجدداً بفخامة رئيس الوزراء الأرميني في مصر، وأعرب عن أملي فأن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات بين بلدينا الصديقين، بما يثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبي البلدين. شكرا جزيلا. تفضل فخامة الرئيس. Ձեր դերազանցություն Եգիպտոսի արաբական հանրապետության մեծարգով նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ջումհուրիաթ Միսրան Արաբի Աբդել Ֆաթահ ներկաներ ուալ حضور الكرام السيدات والسادة، أولا وقبل كل شيء أود أن أعرب امتناني لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على زيارته، على تلبية دعوته للقيام بزيارة إلى جمهورية أرمينيا، وكمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لي وللوفد المرافق لي. جمهورية مصر العربية في الشرق الأوسط من أهم الشركاء في الشرق الأدنى، فأنا أشيد وأقدر تقديرا عليا الفرصة دي علشان احنا نقدر نلتقي بعدنا البعض. بالاحتكاكات والتواصلات المتكررة بين قادات دولتينا والتعاون المشترك المتبادل، مش هي الشهادة على العلاقات الدافئة بين بلدينا فحسب، بل كمان رؤية للمستقبلية مشتركة. ف فيما يخص في جنوب القوقاز والشرق الأوسط الصراع والتوتر والمتطورات والمستجدات، خلال اللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا تطرقنا إلى مسائل أمنية وإقليمية وذات الصلة في المنطقة وكمان في جنوب القوقاز وفي الشرق الأوسط. ناقشنا جهود مصر وأرمينيا لإحلال السلام في المنطقة وفي جنوب القوقاز، تأكيدا على أهمية إحلال السلام في المنطقة وكمان بدعم الشركاء. أنا قلت لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي تقدير أرمينيا تجاه الموقف المتزن لجمهورية مصر العربية والموقف البناء. أنا قدمت لزميلي المستجدات لمباحثات ما جانب الأذربيجان لتسوية النزاع، وأكدت أعدت التأكيد على نية أرمينيا لتسوية العلاقات وتطبيع العلاقات بناء على اعتراف بسلامة أراضي بين الدولتين وترسيم وتحديد الحدود حسب إعلان المآتي عام 1991 ميلادي في جنوب القوقاز وفي المنطقة بشكل أرحب كاستقرار محوري جدا، كمان رفع الحصار عن البنية التحتية في المنطقة وكمان سيادة الدول واحترام قوانين الدول والمعاملة بالمثل والمساواة كمبادئ. ففي هذا الصدد احنا بلورنا وقدمنا مفترق طرق السلام كمبادرة اللي يحيى وتنفيذها قد يمكن ان يغير الوضع في المنطقة كلها، وبالتالي نبني تعاون مشترك فعال بربطنا مع الشمال الجنوب والغرب والشرق. فخامة الرئيس أرمينيا تتأسف جدا بخصوص اشتداد الأوضاع في قطاع غزة، وبالتالي أشارات ألاف في الضحايا الأبرياء، فإحنا نتأسف. فإحنا شهدنا بأنفسنا هجمات على المدنيين السلميين وعلى البنية التحتية المدنية، وبالتالي احنا نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وبالتالي احنا كمان نشيد بخطوات جمهورية مصر العربية لادخال المساعدات بدون اي عقبة، وكمان لاستقبال الجرحى الفلسطينيين يعني اجلاء الاجانب.
الجانب من المناطق، وكمان احنا ناقشنا علشان احنا كنا محتاجين للنصيحة ومشورة الجانب المصري علشان المساعدة الإنسانية لإدخال قطاع غزة نوصلها، علشان احنا عندنا مشاكل لوجستية. واحنا بنشكر بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته وعلى استعداده لمساعدتنا، ووزراء الخارجية بين البلدين في المستقبل راح يشتغلوا في حل المشكلة عمليا فيما يتعلق في بالقضية الفلسطينية والإسرائيلية والنزاع. فأرمينيا دائما دعمت وفي حل مبدأ حل الدولتين. في جدول أعمالنا الثنائي أعوز أشير بارتياح إلى أن جمهورية أرمينيا وجمهورية مصر العربية دلوقتي عندهم تعاون مثمر في مجالات السياسي، ثقافي، علمي، تعليمي، سياحي، وفي مجالات أخرى، وفي مجالات مثمر، في تعاون مثمر في متعدد المنصات. مصر بالنسبة لنا شريكة موثوق فيها، وكمان في علاقتنا مع العالم الإسلامي وفي حوارنا. ومش هقدر لا أشير إلى بين أرمينيا وجمهورية مصر العربية في علاقاتها في أهم مكانة مميزة جدا للجالية المصرية الأرمينية اللي بتسهم لقرون باستمرار في لتنمية مصر وكمان في تعزيز الروابط بين بلدينا. وفي هذا الصدد أعوز أتقدم بشكر الجزيل والشكر الخاص على الرعاية والمعاملة اللي على مستوى الدولة هؤلاء الأرمن استمتعوا بها وبيستمروا في استمتاع بها. فخامة الرئيس، بعد زيارتكم إلى جمهورية أرمينيا من الملحوظ اهتمام مستثمري المصريين في أرمينيا وفي قادة شركات مصرية معروفين قاموا بزيارة إلى بلدنا على أرض الواقع اللي يتعرفوا على أرض الواقع على فرص الاستثمار. وأنا أعمل في أن في إطار الزيارة دي وفي اللقاءات اللي بتحصل مع رجال العمل المصريين احنا هنناقش الموضوعات دي وهنؤلي دافعا جديدا لعلاقتنا الاقتصادية بين بلدين. فدلوقتي بخصوص تطوير العلاقات التجارية التبادل التجاري في عمليات وخطوات عملية بتحصل في السنة الجارية من المخصص تتم الجلسة الاعتيادية للجنة الحكومية المشتركة، وكمان هيكون منتدى رجال أعمال من إرسه، وكمان من المتوقع عقد منتدين آخرين خلال السنة. فحكومة جمهورية أرمينيا هتشجع رجال أعمال الأرمن أن يشاركوا في المنتديات اللي هتعقد في القاهرة في تطور ديناميكي في مجال السياحي بين البلدين. بالنسبة لمواطنينا بجمهورية مصر العربية ولسنوات باستمرار من أفضل المقاصد كاستراحة، وسنة تلو أخرى عدد السياح الأرمن لمصر يزداد عددا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بختاما في كلمتي عاوز أؤكد ثاني مرة أن احنا خلال سنتين الأخيرتين في أهمية كبيرة جدا لزيارات متبادلة على أعلى مستوى اللي يعطي حافزا جديدا، وأنا أتمنى إنجازات جديدة والنجاح لمزيد من النجاح وسداد بين بلدينا من أجل رفاهية وازدهار بلدينا ودولتنا. مرة أخرى بشكركم على حسن الاستقبال وتكرم الضيافة. شكرا. تابعنا إذن مشاهدينا من قصر الاتحادية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث أكد الرئيس المصري أن زيارة باشينيان تعكس العلاقات الممتدة بين البلدين، مشيرا كذلك إلى دعم مصر للمبادرة الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، والتأكيد على موقف مصر الداعم للحوار والتعاون كسبيل
لتحقيق الاستقرار. وأكد أيضا الرئيس المصري تطلع بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري مع أرمينيا، كما أكد رئيس وزراء أرمينيا سعي بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في كافة المجالات، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا من المدنيين في قطاع غزة، ومعربا عن استنكاره لاستهداف المدنيين العزل في القطاع، ومجددا الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار. وبالعودة إذن مشاهدينا لجولة مراسلينا والتطورات الحاصلة في قطاع غزة، معنا من رفح الفلسطينية مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر. بشير، إذن نتابع معك آخر التطورات الميدانية الحاصلة والحياة، أو بالأحرى الصعوبات الحياتية التي يواجهها النازحون في رفح تحديدا. تحية لك داليا. يعني ما يحدث في قطاع غزة هو تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من 97 شهيدا خلال 10 مجازر على مدار 24 ساعة الماضية. هذه المجازر التي لا تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية ولا الآلة العسكرية عن ارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. آخر هذه الاعتداءات كانت بحق المواطنين الذين تجمهروا في انتظار المساعدات بالقرب من مفترق الشهداء إلى الشرق من مدينة غزة، حينما قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص صوبهم في تلك المنطقة، مما أدى إلى إصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة، فيما أعلنت الطواقم الطبية قبل قليل عن استشهاد طفل في تلك المنطقة جراء هذا الإطلاق المكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية للرصاص صوبهم. أيضا جبر، بالإضافة لهذا الحادث وحادث الدوار النابلسي، إذا أصبحت شاحنات المساعدات مستهدفة كذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالفعل هذه الشاحنات هي باتت مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي مارس حرب التجويع ضد الفلسطينيين ولا سيما المتواجدين في المناطق الشمالية لوادي غزة والتي تضم محافظة غزة ومحافظة الشمال. هناك آلاف المواطنين الجوعى، هناك إسرائيل تسعى إلى يعني المزيد من التجويع بحقهم، وهي تقوم باستهداف القوافل الإغاثية والشاحنات التي تحمل المساعدات وتحاول الوصول إليهم. وهذه الحادثة تكررت مع يعني قبل أيام عند مفترق النابلسي، عندما استشهد نحو 118 شهيدا وأصيب العشرات بجراح أثناء تواجدهم بانتظار هذه الشاحنات. ما ييسر هذا الوضع على النازحين الفلسطينيين أو المواطنين المتواجدين في شمال وادي غزة هو ما تقوم به الطائرات العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية بإنزال المساعدات في تلك المناطق، وهو ما يعين الفلسطينيين المتواجدين على الاستمرار في الحياة والصمود في وجه حرب الجوع التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من رفح الفلسطينية مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر. ومن رفح الفلسطينية إلى الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطيني واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي نابلس. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافة إلى المخيم بعد اشتباكها مع المقاومة الفلسطينية والتي فجرت عبوة ناسفة في أحد آليات الاحتلال. ومن رام الله معنا مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، كيف تبدو الأجواء إذن في مخيم بلاطة، وهل هناك ما ينذر باشتباكات قد تتجدد في الساعات المقبلة؟ نعم، أهلا بك داليا وبكافة السادة المشاهدين. بات الهدف واضح في الضفة الغربية لمخيمات الضفة سواء من الشمال وحتى الجنوب. تحدثتي عن بلاطة، باقتحام لمخيم بلاطة إصابة شاب، وأيضا نتحدث عن اعتقال شابين من المخيم،
وقبلت هذا الاقتحام باشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقال فلسطينيين. نتحدث عما يجري في كافة مخيمات الضفة. على سبيل المثال في مخيم الفوار كان هناك اقتحام وإصابة لطفل فلسطيني في هذا المخيم جنوب الضفة الغربية في وسط الضفة الغربية في مخيم الأمعري، حيث اقتحمت قوات الاحتلال من جديد المخيم، وأيضا اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال، وصدرت كاميرات المراقبة للمحلات التجارية، أيضا تكسير للمحلات التجارية في مخيم الأمعري. أيضا في مخيم عقبة جبر كان هناك اعتقال لعدد من الفلسطينيين، اقتحام لهذا المخيم، اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث بات الهدف واضح لتصفية قضية اللاجئين وأيضا تخريب للبنية التحتية في كافة مخيمات الوطن في الضفة الغربية، وأيضا اعتقالات في صفوف المواطنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مزيد من البلدات والقرى الفلسطينية سواء في الشمال والجنوب في وسط الضفة الغربية، واعتقالات بالجملة للفلسطينيين. حيث أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الذين تم اعتقالهم منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نتحدث عن 22 معتقل على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدات وبينهم أسرى سابقون وأطفال. نتحدث عن ازدياد وتيرة الاعتقالات، حيث منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 7422 معتقل، منهم من الأطفال ومن النساء وأيضا كبار بالسن وقادة في الفصائل الفلسطينية. أيضا نتحدث عن عمليات الهدم التي يعني أصبحت أيضا نهج من السياسة الإسرائيلية، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم باركس وأيضا غرف زراعية وثلاثة باركسات في قرية شقبة قضاء رام الله، وأيضا نتحدث عن مزيد من الهدم في منطقة الأغوار الشمالية وتنفيذ لعدد من المخططات الإسرائيلية في حاجز قلنديا، حيث قامت قوات الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية وذلك تمهيدا للخطط التي ترسمها والتضييقات على الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك. كل هذه الأحداث تتسارع وتتطور في الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الوافية من رام الله ولاء السلامين. شكرا ولاء. ومن رام الله أو بالضفة، من الضفة الغربية تحديدا إلى القدس المحتلة والداخل الإسرائيلي، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، وذلك للتشاور بشأن ما سماها محاولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم تحميل حركة حماس المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوزير كاتس لم يبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسبقا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة. ومعنا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ما هي تفاصيل استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ولماذا تبدو الأمور مربكة الآن بخصوص هذا الموضوع؟ وصف هذا الأمر ليس بالهين، وهو الوصف الإسرائيلي حسب الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى رأسها إسرائيل هيوم، التي وصفت هذا الأمر بأنه ليس بالهين أن يتم استدعاء سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة. وحسب ما أذكر فإن هذا الأمر استثنائي ولم يحدث إلا في 70ات أو 80ات القرن الماضي، حينما تم استدعاء سفير إسرائيل من الولايات المتحدة على خلفية اتهام الصهيونية بأنها عنصرية. إذن هذا تطور لافت استثنائي وغير مسبوق في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلية كان قد غرد على موقع إكس تويتر سابقا قوله بأنه بصفته وزير الخارجية الإسرائيلية كان قد اطلع على مساحة وحدود صلاحياته في العمل في وزارة الخارجية، واستدعى الأمر منه أن يتم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية جلعاد أردان، وقال بأنه في طريقه في هذه اللحظات عبر طائرة إلى أرض إسرائيل للمباحثات ولبحث تداعيات موضوع
امتناع الأمين العام للأمم المتحدة من يعني وصف التقرير الذي صدر مؤخرا يتهم ويزعم فيها بأن هنالك اعتداءات جنسية كانت قد نفذت في 7 أكتوبر، بل وأصبح يطالب بأن يتم إدانة كل هذه العمليات وأن يتهم حماس بمسؤوليتها عن هذه الاعتداءات الجنسية. لذلك هذا الاستدعاء أيضا ارتبط في تغريدة إسرائيل كاتس عبر إكس بأن هنالك هذا ليس يعني محاولة تخفيف الأمم المتحدة لما يحدث في وما حدث في 7 أكتوبر، وخاصة بما يتعلق في زعم الاحتلال بأن هنالك موظفين من الأونروا يعملون لصالح حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. نذكر أن هذا الاستدعاء جاء دون إخبار بنيامين نتنياهو حسب ما وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهذا أسبوع صعب على بنيامين نتنياهو كون غانتس كان قد رتب إلى زيارة لواشنطن دون إخباره، وها هو إسرائيل كاتس أيضا يتخذ إجراء مهم واستثنائي وغير مسبوق دون إخبار بنيامين نتنياهو. يبدو فعلا بأنه أسبوع صعب على بنيامين نتنياهو. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من القدس المحتلة، مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. يأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي. وتعكف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لرصد تلك الجرائم وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة. كما تبحث المنظمة كذلك سبل وقف إطلاق النار ووقف التصعيد وإدخال المساعدات بكميات كبيرة ومستدامة لسكان القطاع. ومعنا من الرياض مراسل القاهرة الإخبارية جمال الوصيف. جمال، إذا تابعنا في الخبر العناوين اللي يمكن أن تناقش في الاجتماع، لكن ما هي تفاصيل أكثر وفيما يخص المرصد القانوني لتوثيق جرائم الاحتلال، كيف ستكون آلياته وإحداث تأثير كبير من خلاله على المجتمع الدولي؟ بالفعل داليا، يعني تنطلق قمة في مقر المنظمة في مدينة جدة، اجتماع وزاري لوزراء الخارجية، وبالأمس سبق هذا الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين الذي تحدث فيه الأمين العام المساعد بكلمة الأمانة السفير سمير بكر ذياب، وقال خلال كلمته أن الأمانة تدين بشدة ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة، ربما المجزرة الوحشية التي قامت بها القوات الاحتلال على أو ما تسمى بمجزرة الجوع أو مذبحة الجوع تجاه المدنيين، هي شاهد على ما يحدث من جرائم حرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأدان وبشدة التحرك الدولي، وطالب المنظمات والدول بضرورة التحرك والأكثر تأثيرا وأكثر فاعلية على أرض الواقع لوقف إطلاق النيران ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل، خاصة مع دخول الشهر الكريم. ربما منظمة التعاون الإسلامية قد سبقت وقد أنشأت مرصد إعلامي لتوثيق ورصد كافة انتهاكات قوات الاحتلال وجرائم الحرب التي تقوم بها، ومن ثم تعكف الآن إلى إنشاء مرصد قانوني لجمع كافة الأدلة والبراهين لتقديمها إلى الجهات المختصة الدولية تجاه العدوان الإسرائيلي والجرائم التي يقوم بها. اليوم ستعقد في مقر المنظمة الاجتماع لبحث سبل العدوان وبحث يعني طريقة جديدة للدخول إلى المجتمعات الدولية لتسريع آلية وقف إطلاق النيران وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع. أشكرك جزيلا إذن على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الرياض زميلنا جمال الوصيف. شكرا جمال. في نبأ عاجل مشاهدين، قال مصدر مصري رفيع المستوى إن المباحثات التي تعقد في القاهرة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر ما زالت مستمرة، وذلك بهدف التوصل لهدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان. وأضاف المصدر كذلك بأن هناك مصاعب تواجه المباحثات ولكنها ما زالت مستمرة، موضحا بأنه لا صحة لعدم الوصول لاتفاق
حتى الآن. إذن سنبقى لتفاصيل أوفى من خلال خدمتنا الإخبارية حول ما جاء في هذا الخبر، لكن بالعودة إلى أخبار جولتنا مع مراسلينا، يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى تركيا، ويبحث الرئيسان آخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. من أنقرة معنا مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. عمر، يبدو المباحثات إذن بين أردوغان وعباس في آخر التطورات الحاصلة في قطاع غزة ومساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان، هل من تأكيدات حول أي من الاتصالات لأردوغان في هذا الخصوص؟ نعم داليا، بعد التحية، بالفعل هناك عناوين عدة لهذه الزيارة والاستقبال الرسمي الذي سوف يحصل في الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي. هنا العنوان الأبرز هو بحث وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. الرئيس رجب طيب أردوغان يوم أمس قال بأن وقف إطلاق النار يحتاج إلى إرادة قوية من المجتمع الدولي، وكذلك طالب الدول الإسلامية بشكل خاص بتوحيد الموقف لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. المباحثات بين الرئيسين أردوغان وعباس سوف تشمل أيضا بحث إدخال المساعدات الكافية إلى قطاع غزة وسبل طبعا زيادة كم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث الرؤى حول توحيد الموقف الفلسطيني أيضا لمرحلة ما بعد الحرب، وكيفية الوصول إلى صيغة معينة تشمل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، بالإضافة أيضا إلى بحث المساعي لإعادة إعمار قطاع غزة ما بعد انتهاء الحرب. طبعا المفاوضات لا تزال مستمرة حول عملية وقف إطلاق النار، ولكن الجانب التركي أيضا يسعى على الطريق على الطرق الدبلوماسية لوقف هذا العدوان، وبشكل أو بآخر التعاون مع الجانب الفلسطيني ومختلف الدول دول العالم أيضا للوصول إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. من أنقرة إلى لبنان، حيث أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب بقذائف مدفعية، مشيرا كذلك إلى أنه حقق إصابات مباشرة. في الوقت نفسه أفاد بيان للحزب بأن عناصره استهدفت الليلة الماضية مستوطنة غشر هزيف القريبة من نهارية برشقات من صواريخ كاتيوشا. ومعنا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، نتابع معك إذن التطورات الحاصلة على جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وماذا في آخر تفاصيل التصعيد؟ نعم، تحياتي لك في البداية. فعل هناك تصعيد كبير على الجبهة الجنوبية اللبنانية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة. حزب الله أعلن منذ قليل تنفيذ عملية أيضا في اتجاه قوة عسكرية في موقع بركة ريشة بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى اشتعال النيران وتدمير التجهيزات الخاصة بهذه القوة، وربما النيران لا تزال مشتعلة حتى الآن في موقع بركة ريشة الإسرائيلي الذي يقع في مقابل القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. يأتي ذلك بعد تصعيد كبير على مدار الساعات الماضية، ربما كان بدايتها في الساعات الأولى من صباح أمس، حينما أحبط الحزب محاولتي تسلل من قبل القوات الإسرائيلية في موقعين في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. كانت هناك محاولات تسلل برية من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن تم استهداف
القوتين اللتين حاولتا التسلل عبر الحدود اللبنانية بعدد من الصواريخ والقنابل أيضا. ثم تبع ذلك ثلاث غارات جوية مؤثرة من قبل الجيش الإسرائيلي لثلاث أهداف في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. كان أبرز هذه الغارات الجوية الغارة التي استهدفت فريق للمسعفين في منطقة العديسة في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، فكان رد حزب الله بتنفيذ عملية كبيرة من أكبر العمليات التي نفذت منذ بداية التوترات على الجنوب اللبناني في 8 من شهر أكتوبر الماضي، حيث استهدفت هذه العملية ربما مستوطنة إسرائيلية تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود وهو نطاق لم تصله صواريخ الحزب من قبل، وتم إطلاق العديد من الصواريخ على هذه المستعمرة وتحديدا صواريخ الكاتيوشا. فمنذ قليل أيضا كانت هناك عملية بركت ريشة، وهناك أيضا عملية نفذها الحزب في الجنوب اللبناني أو من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وفي المقابل هناك تحليق كثيف من طيران الطيران الحربي وطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء الجنوب اللبناني. وصباح اليوم كانت هناك أيضا طائرات مسيرة استطلاعية تحلق في سماء العاصمة اللبنانية بيروت وسط مخاوف من تصعيد كبير في الجبهة الجنوبية اللبنانية، وأيضا وسط مخاوف من عدم نجاح المهمة التي قام بها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان هناك تفاؤل كبير بهذه الزيارة لكونها تحمل ربما طرح لم يسبق أن طرح من قبل منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني. أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. بحث رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل فيناليس وسفيرتي فرنسا كاترين كمون وهولندا جانيت سيبين تداعيات الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد بن مبارك الموقف الثابت للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية وإحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث، وأشاد كذلك بدعم الاتحاد الأوروبي مجلس القيادة والحكومات وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والتعهدات الأوروبية لتخفيف المعاناة الإنسانية. بدورهم أكد السفراء الأوروبيون دعمهم الكامل للحكومة اليمنية لجهود إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني ورفض التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن. معنا إذن مراسل القاهرة الإخبارية من عدن إياد الموسمي. إياد، وكأنه بن مبارك أخذ تطمينات من الوزراء الأوروبيين، لكن بماذا أخبر تحديدا فيما يخص سياق التطورات الملاحة في البحر الأحمر؟ داليا، رئيس الوزراء اليمني ومعه أيضا بعض أعضاء المجلس الرئاسي يتحركون دبلوماسيا في عدد من الدول الفاعلة بينها روسيا وأيضا الاتحاد الأوروبي. الرئيس الوزراء كان عائدا قبل أيام من زيارة رسمية لموسكو وأطلع أيضا الجانب الروسي على حقيقة ما تشكله الهجمات الحوثية من مخاطر على الملاحة الدولية وأيضا من تقويض عملية السلام في البلاد وكذلك ما تلحقه من آثار اقتصادية وإنسانية على المجتمع اليمني وأيضا على الأوضاع الإنسانية في البلاد. بالأمس كان هناك زيارة لرئيس البعثة الأوروبية ومعه سفيرتي لهذه الدول الأوروبا الهولندا وفرنسا. بالطبع كان هناك حديث حول مخاطر هذه التصعيد على البحر الأحمر وأيضا الهجمات المكثفة التي تنفذها جماعة الحوثي منذ 19 من نوفمبر. كان هناك نقاشات جادة بشأن الموقف في البحر الأحمر وأخير خليج عدن. الجانب الأوروبي كما هو معروف معلنا دعمه للحكومة اليمنية. الجانب الأوروبي يرعي عملية السلام مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، يقدمون أيضا دعما كامل لخطة السلام الأممية في اليمن التي كانت على وشك التوقيع عليها لولا هذه الهجمات التي بددت كل أحلام اليمنيين في عملية السلام أو في أن يتم التوصل إلى حلول جذرية للأزمة اليمنية. أيضا في المقابل يزور عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في لندن، وكان هناك حديث حول يعني إمكانية الدعم البريطاني
لإمكانية يعني عملية عسكرية لاستعادة السواحل اليمنية إذا ما تم فشل أو إذا ما فشلت عملية السلام المطروحة. الجانب السعودي وأيضا المجتمع الإقليمي يدعم عملية السلام في اليمن، لكن هذه الهجمات أثرت بشكل كبير على خارطة السلام الموقعة. كنا ننتظر خلال هذه الأيام يعني مبادرات لفتح الطرقات، حيث المبعوث الأممي كان أيضا أو نعم والمستشار العسكري المبعوث الأممي يتواجد هنا أيضا في عدن لبحث إمكانية التوصل لحلول سلمية للأزمة. أعتذر لملاحقتك لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي. يزور رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا اليوم، وذلك لإجراء مباحثات هامة مع القيادات الروسية في إطار مساعي الوكالة لدرء المخاطر النووية التي تلوح في الأفق في أوكرانيا، خصوصا في محطة زابوريجيا الواقعة جنوبي البلاد. وأوضح غروسي بأنه يعول على الطرق الدبلوماسية في إبعاد شبح الكوارث النووية. زار المحطة عدة مرات إذن لتقييم مدى الالتزام بالمبادئ الخمسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المحطة وحالة أنظمة الطاقة والتبريد الحالية ومستويات الموظفين المؤهلين. من موسكو معنا مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك لنتابع معه إذن التفاصيل. حسين، يبدو غروسي وكأنه كما ذكرنا في الخبر يعول كثيرا على الطرق الدبلوماسية لإبعاد شبح الكوارث النووية، لكن كيف تتعاطى المستويات الرسمية في روسيا مع هذا التطلع لغروسي؟ نعم، ده اليوم من المقرر أن يصل مدير وكالة الطاقة الذرية إلى مدينة سوتشي الروسية، وأيضا من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد أيضا في مدينة سوتشي، إضافة أيضا إلى مدير شركة روس آتوم الروسية وعدد من القادة الروس. خلال هذه اللقاءات وحسب بعض المعلومات فإن غروسي سوف يناقش الجانب الروسي سلامة محطة الطاقة النووية في مدينة زاباروجي. أما بالنسبة للجانب الروسي فالقيادة الروسية تؤكد على أن سلامة محطة زاباروجي النووية هي في يد القوات الأوكرانية، لأن القوات الأوكرانية هي من تقوم باستهداف محيط المحطة بشكل متواصل، وهذا الاستهداف لربما يؤثر على المحطة ولربما أيضا يشكل كارثة بيئية وكارثة أيضا على الصعيد الإنساني في حال تم استهداف المحطة وأيضا تضررت المحطة. حتى الآن الجانب الروسي يؤكد على أن المحطة تعمل بشكل طبيعي، تعمل بسلامة بسبب وجود القوات الروسية داخل المحطة وفي محيط المحطة. الوجود الروسي في مدينة زاباروجي هو لحماية المحطة من الاستفزاز والاستهداف الأوكراني. الجانب الروسي سيؤكد لغروسي على أن حماية المحطة ليس في روسيا إنما في أوكرانيا، فعليك الذهاب إلى أوكرانيا والتحدث أو الحديث مع الجانب الأوكراني والضغط عليهم من أجل منعهم من مواصلة استهداف المحطة، عند إذن المحطة تكون بحماية وبسلامة. أما روسيا فوجودها في محيط المحطة وفي داخل المحطة يشكل حماية للمحطة من الاستهداف الأوكراني. بطبيعة الحال حسب ما صرح منذ قليل عمدة مقاطعة زاباروجي للإعلام الروسي، أكد عمدة المقاطعة على أن الدول الغربية لا تنظر إلى الاستهداف الأوكراني لمحيط محطة زاباروجي على أنه تهديد حقيقي، إنما فقط تنظر للوجود الروسي. إذن هي عملية تحميل للمسؤولية من قبل جميع الأطراف، من قبل روسيا تحمل روسيا المسؤولية للغرب ولأوكرانيا، وأيضا في المقابل الدول الغربية وأوكرانيا يحملان المسؤولية إلى القوات الروسية. إذن هي عملية لعب الأدوار وتبادل الأدوار والاتهامات. شكراً. بين الأطراف. نعم. الخبراء يتحدثون عن أن غروسي لديه القدرة في الضغط جديا على القوات الأوكرانية في حال أراد ذلك، وأيضا لديها القدرة في حماية محطة زاباروجي النووي. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استهداف القوات الأوكرانية سفينة دورية بحرية روسية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، وأكدت الاستخبارات الأوكرانية إلحاق أضرار بشكل جزئي للسفينة الروسية والتي تبلغ قيمتها نحو 65 مليون دولار.
هذا وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمرت 18 طائرة مسيرة من أصل 22 طائرة أطلقها الجيش الروسي تجاه المدن الأوكرانية. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية بأن الضربات استهدفت البنى التحتية للقوات الأوكرانية ومرافق الطاقة وصناعة الدفاع. معنا من أوديسا مراسل القاهرة الإخبارية غيث مناف. غيث، نتابع معك إذن آخر تفاصيل القصف الحاصل والأضرار طبعا حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية. نعم داليا، نبدأها الآن بخبر عاجل. دوي صافرات الإنذار في منطقة أوديسا وأيضا في المناطق الجنوبية للأراضي الأوكرانية جراء تهديدا بمسيرات روسية أطلقت من البحر الأسود. نعود مجددا عن البيان الذي صدر صباح هذا اليوم من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، حيث تبنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بعملية سميت استثنائية في داخل مضيق كيرش بالقرب من جسر القرم، حيث تم استهداف سفينة أو زورقا دوري للبحرية الروسية، وهو دخل إلى الخدمة في عام 2021. استهدف بثلاثة مسيرات بحرية أخرجت خارج الخدمة. هذه السفينة لا يمكن إعادة تصليحها حسب وصف المتحدث باسم قيادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندري يوسف، حيث ذكر أندري يوسف بأن هذه ضربة موفقة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود. يوم أمس أو فجر هذا اليوم نحن أيضا أكدنا بأن هناك كانت أنباء عن استهداف هذه السفينة، ولكن لم يتم التأكد من هذه المعلومة حتى بيان صباح هذا اليوم الذي أطلق من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، حيث جاء أيضا في بيانهم بأنهم ما زالوا مصرين على استهداف كل البحرية أو القطع البحرية المتواجدة في البحر الأسود لحين تمكن السيطرة الكاملة على البحر الأسود وأيضا على بحر أزوف حسب وصف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. أما لمسيرات يوم أمس، هي لم تختلف الوضع على منطقة أوديسا وأيضا على المناطق الجنوبية، حيث شهدت يوم أمس استهدافا لأكثر من 22 مسيرة روسية أطلقت من البحر الأسود، أغلبها كانت في المنطقة أوديسا وأيضا في ضواحيها، حيث رصدنا نحن فريق القاهرة الإخبارية أكثر من 6 مسيرات دخلت الأجواء منطقة أوديسا، وسمعنا أكثر من 5 ذوي انفجارات، ولكن أغلب هذه الانفجارات حسب وصف الإدارة العسكرية بأنها استهدفت مناطق غير مهولة بالسكان. نعم، أشكرك جزيلا من أوديسا مراسل القاهرة الإخبارية غيث مناف. طالب نواب حزب باسوك الإشتراكي بتحويل ملف قضية اصطدام القطارين بالكامل إلى لجنة التحقيق البرلمانية بالتزامن مع ذكرى هذا الحادث. واصطدم قطار ركاب إذن كان متجها من أثينا إلى مدينة سالونيك شمالي اليونان بقطار شحن، وذلك في 28 من فبراير في العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 57 شخصا بينهم العديد من طلاب الجامعات. وأثار هذا الحادث احتجاجات حاشدة على ما اعتبره الكثيرون نتيجة عقود من إهمال قطاع السكك الحديدية. من أثينا معنا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. عبد الستار، إذن تحويل ملف القضية إلى لجنة التحقيق البرلمانية، هل يريح المحتجين بخصوص الحديث عن إهمال السكك الحديدية في اليونان؟ وما هي تفاصيل تحويل الملف أصلا إلى اللجنة؟ تحياتي إليك داليا. حقيقة هو تحويل الملف للجنة التحقيقات في البرلمان ربما تكون خطوة على الطريق الصحيح. هنا المحاكم اليونانية أو وزارة العدل هناك العديد من الملفات تبقى لمدة سنوات لكثرة هذه القضايا ولا يتم البث فيها. حتى هذه اللحظة وبعد مرور عام على حادث القطار الذي راح ضحيته 57 شخص من طلاب الجامعات، حتى هذه اللحظة لم نعرف من هو المسؤول الحقيقي وراء هذا الحادث ومعاقبته. ولذلك طالب نواب حزب باسوك الاشتراكي حركة التغيير، طلبوا من رئيس لجنة التحقيق في البرلمان اليوناني التحقيق في هذه الجريمة وأخذ الملف من محكمة الاستئناف في منطقة لاريسا، وقالوا أن يعني التحقيق لابد أن يكون حاسم
حتى هذه اللحظة تغيب عن لجنة التحقيق أدلة حاسمة، وذكروا ضرورة التوصل إلى نتيجة موثوقة يتم فيها أخذ جميع الأدلة بعين الاعتبار وإدراجها في الملف. عموما أيضا رئيس الوزراء كرياكوس متسوتاكس قبل نحو 3 أيام أو 4 أيام تقريبا طالب بأن يعني ضرورة التعجيل بالتحقيق في هذا الملف، وأكد للشعب اليوناني أن المسؤولين عن هذا الحادث سوف يقدمون إلى المحاكمة. عموما سوف نرى خلال الأيام المقبلة أن كان سوف يكون هناك يعني مستجدات حول هذا الأمر يعني تكون الاحتجاجات أقل حدة من سابقها، لأن الشعب اليوناني غاضب جدا تجاه هذا الحادث وما يحدث في السكة الحديد من إهمال طوال يعني 20 سنة تقريبا، 20 سنة الماضية. أشكرك جزيلا من أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. وبعيدا عن السياسة مشاهدين، تختتم اليوم فعاليات الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا. ينظم المهرجان المركز القومي المصري للسينما ويعرض 121 فيلما من أكثر من 60 دولة، ويحتفي المهرجان بكونه المنصة الأبرز إقليميا لعرض الأفلام غير التجارية والتي شكلت الخطوات الأولى في مشوار عدد من كبار مخرجي وصناع السينما في مصر والمنطقة العربية. ومعنا من محافظة الإسماعيلية مراسلة القاهرة الإخبارية نورهان عجيزة. نورهان، إذا نبتعد معك عن الأجواء السياسية وأخذينا بسرعة إلى اليوم الختامي وفعالياته، اليوم الختامي طبعا لمهرجان الإسماعيلية. تحياتي. بالفعل يصل مهرجان الإسماعيلية الدولي إلى محطته الأخيرة ويختم فعالياته اليوم بعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 5 للإعلان عن جوائز المسابقات التي تمت على مدار أيام المهرجان منذ 28 من فبراير. الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية تتم برئاسة المخرج ستيفانو سافونا من إيطاليا والشاعر السينمائي والمخرج أحمد الملا من المملكة العربية السعودية، وأيضا المخرجة المصرية أمل رمسيس والمخرجة أميكو ستوك من صربيا والمخرج دانيال كوتير من ألمانيا وتيريت جينسبرغ من الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتحريك أو الأنيميشن تتم برئاسة المخرجة أليسا إيبو من الولايات المتحدة الأمريكية والفنان المصري صبري فواز، ومسابقة الطلبة لجنة التحكيم تتم برئاسة المخرج أحمد فوزي من مصر. وأما عن آخر فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بالأمس تم عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية تحت عنوان يوم السينما الفلسطينية في الإسماعيلية، وتم عرض فيلم احكي عصفورة للمخرجة عرب لطفي، والفيلم يحكي عن المناضلات الفلسطينيات وقصة معاناة الشعب الفلسطيني وصموده. وتم أيضا عقد مجموعة من الندوات بين المخرجة عرب لطفي والجمهور وندوة، وعلى هامش المهرجان تم عقد منصة نقاشية بين الكاتبة تيري جينسبرغ عن كتابها تصور النضال الفلسطيني، وكانت هذه المنصة النقاشية حول أحداث الأفلام وأحداث الفيلم وعن الشخصيات ومعاناتهم. وأيضا أعربت وأكدت تيري جينسبرغ عن مدى فخرها وسعادتها بمشاركتها في هذا المهرجان الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، و سعادتها بمشاركتها بالتحديد في هذا اليوم المميز للسينما الفلسطينية. وتم عرض مجموعة أيضا وضمن فعاليات المهرجان تم عرض مجموعة من الأفلام المرممة وعقد كثير من الفعاليات والورش والمسابقات على هامش المهرجان بحضور عدد كبير من المخرجين وصناع الأفلام والنقاد، حيث تم عرض 121 فيلما من 62 دولة حول العالم. وأيضا تم عقد حلقة نقاشية وحلقة بحثية بين المخرجين. نعم. والجمهور تحت عنوان الصحافة الفنية والتي تسلط الضوء على مدى أهمية التضافر والتعاون بين الصحافة والفن لتسليط الضوء على مجموعة من المواضيع في المجتمع. بذلك يكون المهرجان احتفل باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على انطلاق أول دورة لهذا المهرجان الدولي بحضور عدد كبير
كبير من صناع الأفلام على المستوى المصري والعربي والأجنبي. شكرا جزيلا من الإسماعيلية مراسلة القاهرة الإخبارية نورهان عجيزة. ونورهان كانت هي آخر نافذة معنا لليوم في جولة مراسلين. أشكركم جزيلا زملائي، كنتم معنا من خلال كل التطورات الحاصلة في معظم العواصم التي كنتم أنتم لنا فيها عينا على الأحداث. أشكركم جزيلا لهذا اليوم. ومشاهدينا نترككم الآن مع مشاهد لعملية التصويت في الولايات المتحدة والتي تجرى في 15 ولاية وإقليم واحد فيما يعرف بالثلاثاء الكبير، وذلك ضمن سباقات الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا العام ستصوت يوم الثلاثاء الكبير إذن ولايات ألاباما، ألاسكا، أركانساس، كاليفورنيا، وكولورادو، ومين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا. وهناك إقليم واحد وهو سامو سوف يصوت أيضا خلال اليوم نفسه. أشكركم وأترككم مع هذه المشاهد.